هتجيب كل الفلوس كرامي. حاضر. اتفضل. ما تخافش يا حامد، انا هبقى كويسه يا حبيبي. وبعدين يا جدي، يا امي هتموت. هتكتب في من بقك يا دي حامد. ما تقوليش تف من بقك، العيال اللي جالها اخو العيال جه مرحوم ابويا، يعني ايه كده هتموت زيه؟ الله يرحمك يا رضوان. لا يا حبيبي ما تخافش، امك مش هتموت ان شاء الله. احنا الظاهر اتاخرنا في عمل النادر، عشان كده السلطان ما لحقش يعمل حاجه لابوك. يا خوف يا واد يا حامد، لو كنت انت المره اللي فاتت بدل ما تجيب الفلوس شهام جبت بيها كراميلا، وانا عارفك بتموت الكراميلا. لا يا جدي، والله العظيم انا جبت بكل فلوس شهام. ماشي ماشي يا حامد. طب بص، خد الفلوس دي ومن صلاحيه ربنا تشتري الشمع وتروح على مقام السلطان تعيد الشمع وتعمل النادر لامك، وهي هتخف ان شاء الله. حاضر يا جدي. السلام عليكم. انا عارف ان انت متضايق مني علشان انا كدبت على جدي واشتريت كراميلا بدل الشمع، بس المره دي انا جبت لك بكل فلوس شمع وهولعهم حالا، ولو امي خافت وما ماتتش زي ابويا هولع لك زيه. فاطمه يا مريم، اكلي اختك. كلي كمان يما، علشان تطلعي العيال من جدتك. مش انت برضه بتقولي لي كده؟ ما انا اكلت يا ضنايا. وبعدين هو احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده انا قلت خلاص هقبل وجه كريم، سبحانه من قومني تاني. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. ايوه سبحانه مسبب الاسباب. تعال عاد تعال. رحت المشوار اياه ولا لسه؟ لسه يا جدي. لسه يا جدي؟ اخص عليك يا حامد، ليه كده يا ابني؟ ده وعد الحر دين عليه، انت ندرت وكان لازم توفي بنادرك. امسك يا حامد امسك، خد روح يوف بنادرك، وبعد كده عود نفسك يا ابني لو قلت كلمة ما ترجعش فيها أبدا حتى لو كان فيها موتك. بص أنا جبت لك النادرة وهولع خلاك دلوقتي. بص انا مش عارف انت ازاي بتعمل الحاجات دي، ولا حتى انا عارف انت مين، بس كتر خيرك كتر خيرك قوي. امي خفت وبقت زي الفل، بس انا عندي طلب صغير كده. ما دام انت سرك بقى باتع قوي كده، انا عايزك تنجدني في الامتحانات، وخصوصا في ماده الحساب. ونظرا عليا لو حصل هولع لك 7 شماعات تانيين. سلام عليكم. انت عايز تعرف ايه يا حامد؟ عايز اعرف كل حاجه، عايز اعرف هو مين وازاي بيعمل الحاجات دي. هو ميت، مين اللي سماه سلطان وليه؟ روح عليا شويه يا حامد، ده انا زي زيك. يعني انت برضه يا جدي ما تعرفش اي حاجه زيي؟ لا انا ولا غيري. احنا اتولدنا يا ابني لقينا المقام موجود في البلد والناس بتتبارك فيه، ولا حد يعرف هو مين ولا ايه حكايته، بس اللي عرفناه وتاكدنا منه ان محدش لغى له وخيب معاه ابدا زي ما حصل معاك بالظبط يا حبيبي. هو بصراحه شغال معايا، قصدت في الامتحانات ونجحت، وقصدت في ماده مدرس الحساب وظبط ونجد، وقصدت في عيا امي فلح. طيب عايز ايه تاني يا حامد؟ خلاص مش مهم هو مين. ازاي يا جدي مش مهم؟ انا هعرف لوحدي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.